بالنسبه لهاد الظاهره اللي بانت مؤخرا ديال هاد الناس اللي كيديروا البوز بنامبورت كوا، انا يعني صعيب عليا نفهم كيفاش الانسان تا كيدخل لدارو عاد كيبدا يصور. هادوك الناس راه البيبان مديورين في الديور باش ملي كنسدو عينا الباب تنعيشوا لانتيميتي ديالنا، نوتر في بريفي سميتها لا في بريفي. هما تا تيدخلوا للدار عاد كيبداو يصوروا. حنا عايشين، الناس عايشين معاهم في الدار. انا تيجوني بعد نوبات دي فيديو تيصيفطهم ليا الناس، وكنشوف بان المشكل هو هذاك الشيء صامارش. دونك حنا تنقولوا راه يمكن ما عندهمش الحق، ولكن الجمهور ديالهم كاين، الشعب ديالهم كاين، الناس كتبغي هذاك الشيء. وراه المشكل ماشي ديالهم، ديال هذوك اللي كيديروا هاد الفضيحه هذه، المشكل ديال الناس اللي تيتفرجوا، راه هما اللي باغيين هذاك الشيء. راه الام ولا الاب تيتفرج ومتبع وتيقول لك هذا الشيء غادي يخرج لينا على ولدنا، هو ما عارفش بان راه هذاك الشيء اللي تيدير ليه هو لي فيو ديالو، راه ولده غادي يشوفه، غادي يشوفه العائله، غتشوفه الوالده، اخته، خوه. ما عرفتش يعني، بقات تبقى هذا اختيار ديال الشعب. الشعب باغي يتفرج في هذاك الشيء، راه الناس عاطين هذاك الشيء. راه كون كان الشعب شويه يعني واحد الوعي شويه، راه ما غاديش يتبعوا داك الشيء، وداك الشيء غادي ينضطر بوحدو. ولكن اش غادي دير؟ راه الله يحسن العوان، هادوك الناس لقاو طريقه باش يدخلوا الفلوس، والشعب خصو فاش يتلاها، والله يهدينا جميعا وصافي. هادشي اللي غادي نقول لك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.